بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أهل له علينا هلال خير وبركة ورحمة، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين ما حيينا، وتقبل ذلك منا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. نسألك بدنا هينا لينا لطاعتك يا رب العالمين، ووفقنا إلى ما تحب وترضى. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. اليوم سابع رمضان في كتاب بهجة النفوس، كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، والمدفون بسفح المقطم بجوار مسجد سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري رحمهم الله جميعا ومن حولهم وسائر موتانا وموتى المسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. كنا بدأنا الحديث 47، حديث رؤية المولى عز وجل في آخر رمضان الماضي، ولم ننتهي منه، فنكمله إن شاء الله في الحديث 47 من هذا الكتاب المبارك، حديث رؤية المولى عز وجل بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، أي من حيث الوضوح وعدم التزاحم، لا من حيث الإحاطة ولا الإدراك، فالتشبيه تشبيه في الوضوح وعدم التزاحم، وليس تشبيه في الإحاطة والاستدارة والإنارة وغير ذلك. فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيط، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم أحد يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل، فتخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود،
ده بالنسبة لنار التطهير وليست نار العذاب. كل ابن آدم أي من الموحدين، فنار التطهير غير نار العذاب. فالمؤمن الذي يدخل النار يدخلها للتطهير ليصلح للجنة، لا يدخلها للتعذيب ولكن للتطهير. أما الكافر فيدخل النار للعذاب والإهانة. فلا يدخل المؤمن الذي وجبت عليه النار نفس النار التي يدخلها الكافر، ده ليه نار وده ليه نار، لأن إيمانه يمنعه أن يدخل النار الخالدة. فالنار التي يتطهر فيها المؤمنين نار غير خالدة، تفنى بخروج آخر موحد منها، وتبقى نار الخلود لأهل الخلود. وعشان كده طبقة نار التطهير طبقة نار الخلود. فمن قال بفناء النار قصد نار التطهير، ومن قال بدوام النار قصد نار العذاب. فهناك فرق بين هذه وتلك. فنار التطهير لا تأكل آثار السجود ولا تأكل صورة ابن آدم، تفضل صورته كما هو، وبمجرد دخوله فيها يموت، بمجرد دخوله فيها يموت وتبقى صورته حتى يأذن الله للملائكة أن تخرجه أو من يشفعون فيه فيخرجونه. أما نار الخلود العذاب فلا يموتون فيها ولا يحيون، يعني لا يحيون حياة كريمة ولا يموتون فيستريحون. فنار الخلود مختلفة عن نار، وقل من نبه على هذا من العلماء، خد بالك قل من نبه على ذلك. فتاخد بالك ان نار التطهير غير نار الخلود، خصائص هذه غير خصائص هذه. نار التطهير تفنى بخروج آخر موحد منها، ونار الخلود لا تفنى باقية. نار التطهير يموت الإنسان بمجرد الدخول فيها ويبقى صورته وأثر سجوده حتى يأذن الله له بالخروج بشفاعة الشافعين. فهناك من يخرج مسرعا، وهناك من يخرج متأخرا، وهناك من يخرج آخرا، كل على حسب حاله مع ربه. أما نار الخلود فلا خروج منها ولا حياة كريمة ولا موت فيستريح. واضح؟ فهناك فرق بين هذه وهذه. طبقة نار التطهير تفنى وينبت مكانها خضرة، قيل الجرجير، يعني خضرة، شيء من الخضرة. أما طبقة الخلود فلا تفنى ولا تبيد. وعشان كده شوف هنا بيقول إيه، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أي نار التطهير، لأن ربنا لا يريد رحمة أهل نار الخلود. واضح؟ يبقى هنا بيتكلم على نار التطهير، نار مخصوصة. قل من نبه على ذلك من الشراح، خذها مني ولا تخف، قل من نبه على هذا. حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. نار الخلود لا تميت الإنسان، ما تموتوش، تفضل تزيق العذاب وما تموتوش. نار التطهير تموته، يتعذب لحظة دخوله فيها حتى يموت، وبعدين ما يموت ما تاكلش صورته ولا أثر سجوده. واضح؟ وحرم الله على النار، أي نار التطهير، أن تأكل أثر السجود، لأن لا يسجد إلا الموحد. يبقى بيتكلم على نار مخصوصة، أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار. فكل ابن آدم تأكله النار، أي ابن آدم الموحد، تأكله النار إلا أثر السجود. فيخرجون من النار قد امتحشوا، امتحشوا يعني خلاص، يعني صاروا كالحميم، صاروا كالإيه، كالفحم. فيصب عليهم ماء الحياة، دل على أنهم ماتوا، أهو دل على أنهم إيه، ماتوا، يصب عليهم ماء الحياة عشان يحيوا مرة أخرى.
إنما أهل النار الخلود لا يموتون فيها ولا يحيون. فهمت إزاي؟ فدي فرق بين النارين، لازم تاخد بالك منها. فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله سبحانه وتعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبلا بوجهه قبل النار، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاها. فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي الله عز وجل ما شاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت. ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنة. فيقول الله: أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب لأكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك، لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل: ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن الله له في دخول الجنة، فيقول: تمنى. فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله عز وجل: زد من كذا وكذا. أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله: لك ذلك ومثله معه. وعن أبي سعيد أني سمعته يقول: لك ذلك وعشرة أمثاله. ذكر سيدنا الإمام أبو جمرة في هذا الحديث أوجه، تكلمنا عن الوجه الأول والثاني والوجه الثالث والرابع والوجه الخامس، وتوقفنا على الوجه السادس، فنقرأ الوجه السادس. قوله عليه السلام: فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. شيء يعم جميع الأشياء، مدركة كانت أو غير مدركة، يعني ممكن الإنسان يعبد شيء محسوس وممكن يعبد شيء غير محسوس، هواه، مش كده برضو؟ وبالتالي قد يكون هذا الشيء مدرك يعني محسوس، زي اللي يعبد شمس، اللي يعبد قمر، اللي يعبد صنم. وقد يكون هذا الشيء المعبود من دون الله معنى غير مدرك غير محسوس، كمن يعبد هواه. علشان كده بيقول: شيء يعم جميع الأشياء مدركة كانت أو غير مدركة. فالمدرك منها مثل الشمس والقمر والنجوم والأوثان على اختلافها، وغير المدرك منها يعني الذي لا تراه مثل الملائكة وهوى النفوس، لقوله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وما أشبهها. وفي قوله عليه السلام أولا: من كان يعبد شيئا، ثم ذكر الشمس والقمر، ثم عم بذكر الطواغيت، دليل على أن كل ما يعبد من دون الله كائنا ما كان هو من جملة الطواغيت. فلو سكت عليه السلام عند قوله شيئا لكان احتمل ما بينه بالمثال، وهو ما سوى الله من مخلوقاته، واحتمل أن يريد من عبد الله، فإنه يبدأ في ذلك الوقت على جميع من عبد من دون الله، فيتبعه كل من كان يعبده. فإن شيئا يصدق على المولى عز وجل، ما هو ربنا بيقول إيه؟ أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، يعني كلمة شيء كمان تطلق على الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، يبقى الله شيء. فالشيء يطلق على الموجود وعلى غير الموجود وعلى المعدوم. وعشان كده يقول لك شيء دي كلمة موغلة في الإبهام،
من أشد الكلمات إغالا في الإبهام هي كلمة شيء، لأنها تحتمل كل حاجة، تحتمل الموجود وغير الموجود والمعدوم وغير المعدوم والمدرك وغير المدرك والمحسوس وغير المحسوس، تحتمل كل حاجة. فإن شيئا يصدق على المولى جل جلاله وعلى غيره من مخلوقاته، ولذا قال عز وجل ليس كمثله شيء، فهو جل جلاله شيء وليس كمثله شيء. وذكر عليه السلام الشمس والقمر يرحمكم الله، وذكر عليه السلام الشمس والقمر لأنهما أعظم المخلوقات المدركات التي عبدت من دون الله. ثم عاد عليه السلام إلى إجمال الأوثان بقوله الطواغيت، فأزال بهذا الاحتمال الثاني وصح به الوجه الأول كما ذكرناه. ويترتب على هذا من آداب الفقه أن من حسن الكلام إذا كان في كلام المتكلم ما يقع فيه أو في بعضه احتمال للوجه الذي أراده ولغيره، أنه يأتي بمثال أو إشارة يذهب بها ذلك المحتمل ويحقق ما أراده، ويترتب عليه من الحكم ألا يحكم على المتكلم إلا بما يقتضي. لأن قال من كان يعبد شيئا، لو قال شيئا يبقى يدخل حتى اللي بيعبده ربنا، لكن قال إيه؟ من دون الله، وده مثال الشمس والقمر والطواغيت، يبقى أخرج الاحتمال. ويترتب عليه من الحكم ألا يحكم على المتكلم إلا بما يقتضيه جميع كلامه من أوله إلى آخره، ولا يلزم البعض ويترك البعض إذا كان الكلام مرتبطا بعضه ببعض. يعني ما ينفعش تاخد من كلام المتكلم جزء وتترك باقي الكلام وتلزمه باحتمالات هذا الجزء، لا، لابد أنك أنت تقول الكلام على بعضه ثم بعد ذلك تفهم الكلام على بعضه، ولا تأخذ جزءا كمن يقول لا تقربوا الصلاة ويسكت مثلا، لا، لازم يكمل وأنتم سكارى وهكذا. وعلى شكل كتير من الناس يعترض على بعض العلماء يوم يجيب فقرة من كلامه مقطوعة دون السياق، وأحيانا تكون الفقرة دي مقطوعة من كلامه بيعرض قول الخصم ولا يعرضها، أنه بيتبناها، ده يمكن هو كاتبها الأول بيعرض أقوال الخصم عشان يرد عليها، يوم يجيبها لك ويقول شوف قال كذا في الكتاب صفحة كذا، وده حرام، ما يصحش تفتري على الناس، فهمت؟ فما يصح، لازم الأدب مع المسلمين يراعى، مش مع المسلمين بس، ده حتى مع الكافر في نقل كلام الكافر، حتى في الحكم على الكافر كمان، فما بالك المسلم يكون من باب أولى. يعني ربنا سبحانه وتعالى مع الكفار برضو ما عممش، قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يعني اعترف ليهم أن بعضهم أمين وهم كفار. وقال وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، يعني معناه أن في فريق منهم آخر لا يكتم الحق، يعني ربنا سبحانه وتعالى كريم ما يعممش. فتعلم عدم التعميم، عشان كده العلماء مشايخنا كان يقول لك التعميم علامة الجهل، أول ما تعمم دي علامة الجهل، اللي يقول كل مش عارف ما كل يبقى ده جاهل بقى، مفيش كل إيه بس. الوجه السابع فيه دليل على أن الحكم يوم القيامة ليس الشخص فيه كما هو هنا باختيار نفسه. يعني أنت هنا في الدنيا ربنا يقول للناس صلي، في ناس تصلي وناس ما تصليش، مش كده برضو؟ يقول للناس مثلا زكي، في ناس تزكي وناس ما تزكيش، في اختيار. لكن ده في الآخرة الحكم على الإلزام، ما يعرفش خالف، يقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، ما ينفعش يزوغ، ده حيتبعه حيتبعه، يبقى في الآخرة الأوامر تنفذ بلا اختيار، يبقى في الآخرة مختلفة عن الدنيا بقى. لأن لو جاء هنا في الدنيا مثلا وقال له فليتبعه وبعدين لقى أنه هو حيوديه في داهية، ممكن يزوغ ويزوغ كده وما يرضاش يمشي وراه مثلا، لا، في الآخرة لا، ده شايف أنه حيدخله جهنم ويمشي وراه لما يدخل جهنم، لأنه لا يستطيع أنه هو يختار بقى، خلاص ما كان لهم الخيرة على الحقيقة بقى في الآخرة. وفي الدنيا على سبيل الاختيار لهم الخيرة على سبيل الاختيار، لكن في الآخرة لا. والشكرة بيقول فيه دليل على أن الحكم يوم القيامة ليس الشخص فيه كما هو هنا باختيار نفسه،
يؤخذ ذلك من قول من كان يعبد شيئا فليتبعه ثم لا يسعه إلا الاتباع، وإن كان يفضي به كما هو متحقق إلى الهلاك. وهنا الأمر قد ورد والمتبعون على اختلاف، فمتبع بالجملة وتارك بالجملة أيضا وما بينهما. والحكمة في ذلك والله أعلم، لما كانت هذه الدار يجتمع فيها الحق والباطل كان أهلها على ذلك الوضع، ولما كانت تلك حق كلها كان الكل فيها على مقتضى وضعها. وهنا بحث، وهو أنه قد أخبر أنه من كان يعبد شيئا اتبعه وسكت، ولم يخبر عن استقرارهم أين يكون، فسكوته عليه السلام عن غاية الاستقرار يؤخذ ذلك من مفهوم الكلام، وهو أنه لما أخبر عليه السلام بأنهم طواغيت، وقد علم بقواعد الشرع أن الطواغيت كلها في النار، فللعلم بذلك سكت عنه عليه السلام. وإن كان قد بينه في حديث آخر، فإنه عليه السلام ذكر فيهم أنهم يريدون جميعا النار، الأوثان وعبادها. وقد نبه عز وجل على ذلك في كتابه بقوله تعالى في فرعون، وهو واحد ممن عبد من دون الله، فأوردهم النار وبئس الورد المورود. الوجه الثامن قوله عليه السلام وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، الأمة الموحدين، من ضمن الكلام على نار الخلود ونار التطهير. نار الخلود ونار التطهير الإنسان يعذب فيها بعمله بمعاصيه، يعني لو واحد معهوش معاصي ودخل النار ما يتعذبش، يعني النار مش بتعذب بذاتها، ده بتعذب الإنسان بعمله. فلو ما كانش عنده عمل يعذب من أجله لو دخل النار لا يجد عذاب، لا يذوق عذاب. ودي نقطة هامة خد بالك، والخاصية دي موجودة في نار التطهير وفي نار الخلود. ما أنا بقول لو فرد جدلا، ما هي وقودها الناس والحجارة. طيب هي دي وقودها، هو ده أدواتها. الناس اللي بيخش بيتعذب بإيه؟ على قدر عمله، عمل حاجات كتيرة يتعذب عذاب كتير. خد بالك، ما هو الناس اللي في النار عذابهم متفاوت. ايه سبب التفاوت؟ عمل ده وعمل ده، ده اضل ناس كتير فيعذب بقدر ما اضل، التاني ما ضلش حد لكن هو مات ضلالي، يوم يبقى عذابه اخف من القوات والقيادات الكبرى، يبقى كل يعذب على قدر ايه؟ عمله. انها تطلع على الافئدة، يعني كأنها نار مبرمجة بتطلع على افئدة كل واحد وما كان فيها من غل ومن حسد ومن امراض، وتطلع على عمل كل واحد وتروح متزبطة العذاب على قدر هذا. واضح؟ فاللي عمله معاصي أقل يتعذب أقل، واللي معاصي أكثر يتعذب أكثر. خدت بالك؟ قدر مدة ولا قدر قوة عذاب؟ قوة ومدة. إذا كان خلود يبقى مدة، يفضل مدة عذابه فيها على طول، وإذا كانت غير خلود يبقى قدر عذاب بس مش قدر مدة لنار التطهير، لأن نار التطهير ما فيهاش خلود. خدت بالك؟ ودي نقطة هامة تاخد بالك فيها، ان نار الاخيرة غير نار الدنيا. نار الدنيا تحط ايدك المسلم والطائع والايه والصالح والعاصي تلسع، لكن خد بالك لو تنقى القلب تماما من كل معصية والجسد من كل معصية، لو حط ايده في نار الدنيا ما تلسعوش كمان. وده حصل لكثير من الاولياء، حصل كثير من الأولياء كان يحط إيده في النار لما يكمل ما تحرقوش، نار الدنيا كمان. عندك مثلا أول واحد وأشهر واحد في حكاية النار ما حرقتوش مين؟ سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم ما تحط في النار، سيدنا إبراهيم معصوم ما عصاش ربه، فالنار إيه؟ ما لقيتش حاجة تعذبه، فبقت نار بردا وسلاما عليه. واضح؟ كان بعض الأولياء، احنا كنا بنقرأ في رسالة قشيرية، كان سيدنا أحد الأولياء أظن الإمام الشبلي، كان الإمام الشبلي بيشتغل حداد، فكان عايز يترك الحدادة ويتفرغ لطاعة الله، وكل شوية يروح لشيخه يقول له لا لسه شوي لسه شوي، لحد ما مرة وهو شغال وبيحط الحديد في النار نسي إيده في النار مع الحديد،
فالناس شافوها ايده في النار مع الحديد ما بتتحرقش، فالناس صرخت، فراح ذهب لشيخي قال الان اترك الحداد. يعني وصلت لايه؟ وصل لمرحلة انه بقى طاهر تماما، فلما طهر تماما ظاهرا وباطنا ما لسعتوش النار. واضح؟ وانت عارف برضو الصحابي المشهور اللي هو ما حرقتوش النار في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، اللي هو ابو مسلم الخولاني. ابو مسلم الخولاني لما اسروه الاعداء الكفار اسروه وكان فارسا، وبعدين اعدوا له نارا ليحرقوا فيها وضعوا فيها، فلما خمدت النار وجدوه بيصلي جوه النار كما هو ابو مسلم، وكان في خلافة سيدنا عمر. حصلت حتى ان سيدنا عمر لما وصل له الخبر قال الحمد لله الذي جعل من أمة نبينا من على حال إبراهيم. يبقى الخلاصة ان النار ما تحرقكش الا بمعاصيك، طول ما النار بتلسعك اعرف انك انت لسه ملوث، طول ما النار ما بتلسعكش يبقى انت خلاص طهرت. عشان كده الانسان لو حصل خطأ، وهذا احتمال عقلي ولا يحدث، ان ملائكة الرحمة خدت واحد من المرحومين رمته في النار مش هيتعز، شفت قد ايه؟ هيقعد في النار تبقى جنة لحد ما يفتكروه ويطلعوه. ده احتمال عقلي لكن لن يحدث، لن يحدث. الوجه الثامن قوله عليه السلام وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. وهنا بحث في الأمة، هل الألف واللام للجنس يعني أمة التوحيد من الثقلين، الثقلين اللي هم الإنس والجن يعني من أول العالم إلى آخره، أو للعهد أمة النبي بس يعني هذه الأمة المشرفة اللي هي أمة النبي، ولا الأمة أي الأمة الموحدة من سائر الأمم من سائر بني آدم، أو للعهد يعني به أمة محمد عليه السلام لا غير؟ احتمل والأظهر أنها للجنس بدليل ما عدا عباد الطواغيت وهو جميع الرسل وأممهم من الجن والإنس، أي أنهم لا يتبعون وثنا وإن كان فيهم المنافقون وهم غير مؤمنين، لكنهم لما ادعوا أنهم مؤمنون أبقوا مع المؤمنين. والله تعالى أعلى وأعلم. وإن شاء الله كل يوم هنقرأ إيه صلاتين من الصلوات أسماء الله الحسنى من الصلوات اليسرية، هنقرأها على سبيل الدعاء في ختام كل درس. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فاللهم صل وسلم وبارك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على سيدنا محمد المتعلق والمتخلق والمتحقق بها، وعلى آله، وارزقنا محبة فيه وتعلقا به يورثنا منه، وعلى يديه تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين. صلاة الهوية، هو الله. اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، صل صلاة هوية على من جعلته هوية الأكوان وسر روحانيتها سيدنا محمد وعلى آله وسلم، واجعله هوية هويتي وروحا لروحانيتي، أسلم بها من موارد الأشقياء وأنال بها عطاء السعداء. صلاة الألوهية، هو الله. اللهم يا الله صلي صلاة ألوهية وسلم سلام ربوبية وبارك بركة عبودية على عبدك الهادي لسبل رشادك والقائم بشكر نعمائك سيدنا محمد وعلى آله مثل ذلك، وارزقنا اللهم هداية من هدايته وسلاما من سلام من ربوبيته وبركة من عبوديته، نسلم بها من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. وغدا نقرأ صلاة الرحمة هو رحمن رحيم، وصلاة الملك، وصلاة القدوس. كل يوم نقرأ ثلاث أسماء إن شاء الله حتى نهاية رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.